رمضان مبارك سعيد لكم كاملين العشرين، وان شاء الله ندوز هذا رمضان مع الكراغله والطليعه ضروري اخوتي العزاء زويلي. اخواني واخواتي الاعزاء، اسمحوا لي اخوتي، البارح ما حطيتش لكم فيديو، عييت شي شويه مع ستريس الخدمه بزاف، وخديت واحد النهار راحه اخوتي. كنبغيكم على التفاعل الرهيب اللي راكم غاديين معايا فيه، تحاولوا تطلعوا القناه وتحاولوا تعاونوا القناه صراحه راه افيك بليزير. كون عندي ناس كيبغوني بحالكم وراكم ديما هنا اخوتي العزاز. واليوم يوم استثنائي، اليوم غيكون غير فيديو في هذا لاشين هذه، ولكن الا بغى يرجع شي واحد يتفرج في الفيديو اللي كاينين في لاشين الثانيه يرجع يتفرج فيهم، غتلقاهم في الديسكريبشن ولا في اول كومونتير اخوتي العزاز. شوفوا لنا اكبر عدد ديال لايك في هذا الفيديو هذا وكومونتيرات ديالكم حيت كنقراهم كاملين وراكم عزاز عليا ضروري. باغي نقول لك واحد الهضره، هذا الحليب هذا علاش راه يدير 10000؟ خصنا في 2000 انا ما رانيش نقد نشري ب 10000 اخويا. واش هضرتي شوف هكذا؟ زيد هضرتي شوف هكذا، ما كايناش الحريه التعبير اخوتي. او زيد الزيت وين راها؟ الزيت راكو دازينها تحت الارض، واش راه رب العالمين مطيبوش حنايا؟ واش اللي عندهم الدراهم عندهم الزيت حنايا ما عندناش؟ ادفعوا لنا الزيت الحليب تاع 2000 راه حنا زواولا صاحبي، واش كره هاد الجزائر؟ كره الجزائر. سيهضر زيد الحليب. نقول لك واحد الهضره، باغي نقول لك واحد الهضره، هاد الحليب هذا علاش راه يدير 10000؟ خصنا في 2000. او عاوتاني شوف لا تزيد كيني هكذا خايف، لان عندهم الحليب بلا سكر داك الشيء تي كياخذوا داك الشيء بالبون والسميد بالعسكر عاوتاني تا هو. انا ما رانيش نقد نشري ب 10000 كل مره هكذا. او زيد الزيت وين راها؟ الزيت راكو دازينها تحت الارض، واش رب العالمين مطيبوش حنايا؟ صافي واش عندهم الدراهم عندهم الزيت حنايا ما عندناش؟ ادفعوا لنا الزيت الحليب تاع 2000 راه حنا زواولا صاحبي، واحد كره هاد الجزائر. زواولا زواولا الله يحسن لهم العوان، واش كيديروا في هذا رمضان اصاحبي والله العظيم. المهم انا كنجبت واحد الانترو ديال رمضان، لا ما خويتي مغاربه اللي عرف هذا الانترو اش من هضره فيه، يعني النوطه اللي كاينه في هذا الانترو هذا اللي غيكون في رمضان اللي غيكون في طيله رمضان، اللي عرفوا نعرفوا هو عارف غندوز الكومونتير ديالو في الفيديو الاول ديال رمضان، غنعرفوا ناضي غنعرفوا هو اللي يتنبا بالكومون بالانترو شنو غيكون فيه في الكلمات ديالو. المهم واحد الكلمات مكرغلين كرغوليين اللي عرفهم غنعرفوا ناضي وكيفهمني. طايره ماشيه من 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 وهران للجنوب، يعني مساكن الجزائر مع احتراماتي ليهم، والله الا مع احتراماتي الناس ديال الجزائر، ولكن راه كتجيبوا شي رؤساء بحال هنا عندنا حنا بحال هذا مدير ديال المدرسه، مع احتراماتي للمديرات ديال المدارس عندنا في المغرب، هذا عطيوه لينا نصرفوه عندنا يعطينا مدير ديال المدرسه. عاودش من مدير عاودي شرشبيل كتقارنوا بمدير اصاحبي اش بنيتك؟ شرشبيل عطيه غير شي اصاطي، عطيه داك البركاك اللي كيكون في الدرب داك اليوزي اللي كتلقاه حاكمه فيه المراه وتلقاه هو ما قادرش يدبس باش يبقى كيحسب راسو فهمتي، راه كيتعنى وكيكون فيه الفيها كيكون فيه الشيكي. شفت القديم ما كيلبس ديك الشوميزات مزيرين، هو كبير فلاش ديالو ما جايش مع داك اللباس، ولا فورم ديالو ما جايش مع داك اللباس نهائيا، ولكن تلقى كيلبس بحال هكا كدا هو التبون. ونتوما صاحبي مخلين هذا رئيس شو حنا ياكلوا قداش ما عرفتش فين خيانة ما عرفتش خازن مع احتراماتي الناس ديال الجزائر، ولكن ولاو ديروا ملوك بحالنا ديروا مملكة بحالنا تبارك الله، شو المملكة عندنا كي دايرة ملك حامينا شخصية، شو نتوما هذا صاحبي كيدوز في الصحافة عندكم كيدوز في الدوزام وكيدوز في الاولى، تدا عندنا نجيبو نصرفو نعطيوكم مدير ديال المدرسة ولا نعطيكم شي بالك شي قهوة في الشمس ولا شي قلوة والله. نتوما عندكم هذا رئيس مع احتراماتي ليكم، وديك الطريق مبقيناش غندوزو من دين ما كاع حنا ديالكم. ولا ليش انا خصني على البروتوكول ديال الرؤساء اصاحبي، واش رئيس اصاحبي تيهضر لكم على الزيت تيهضر تيهضر وحنا اللي قربنا حنا ما نرحموش، واش هذا رئيس اصاحبي خصك تعلم البروتوكول والجلسه ديال الرؤساء والكاريزما، راه تيقريهم على هادشي ما عرفتش هو في ما قراش وقيلا ما عرفتش كي دار ولا رئيس. لكم كاع غنمشيو غنوليو ندوزو على تونس احسن دوله حاليا في المغرب في العالم، احتراماتي للجزائر واحتراماتي لتونس واحتراماتي لاي دوله. كثرتي مع جون الياس كثرتي مع جون تبون تيجبالي في شرشابي خصو غير هرهور خصو يربي تيمش والله، وجا الفكرون ولا شرشابي وحدا في جي هو شك صراحة أنا شاعر بها، أعوذ بالله من الشيطان، شاعر أننا ما نشبعت بزاف
على الاستقلال الغذائي نتاعنا ماناش بعد. قرابين قرابين تبارك الله قرابين، قال لكم والو قرابين، غير كل عام تتقربوا خطوه للوراء كل عام، اصلا نتوما في الوراء. ديما سي تضحك عليا بسطات، راه تراك ما عارفينش ندير لهم هنايا. قال لك هذه الجزائر فاش غيسالي لهم الكاز. تمزكوا لي هذا هو التبون، هذا التبون هو كي هو اللي كيعزف في هذه اللعيبه هذه. هادشي اللي غتبقاو ديرو في التالي. وبدا مزيان اللي كنتو ديرو بحال هكا، بعدا خرج منكم شي فن بعدا، داك الانبوب ديال الغاز بعدا ديرو فيه شي حاجه خايبه هي ما درتي والو فيه. اجي دابا نشوفو معايا الحلويات والاطباق اللي كيحطو الاكلات في الجزائر، يعني اللي غيتحطو في هذا رمضان هذا اخوتي العزاز، اشي حاجه هاربه فين فين يبان داك الشيء ديالنا، هربوا علينا بالروج ولا اخوتي العزاز. نهضر معاكم بكل صراحه، يعني واخا انا مغربي باش ندافع على بلادي، ولكن نهضروا بالصراحه، هربوا علينا في الماكله خوتي وفي الاسماء كيفاش دايرين. تبارك الله تبارك الله تبارك الله، لا الكراغله هادو ناري، اش منك يا اسماء واش منك، وكي كتشها غير تقيا تاكلها. تبارك الله تولات مسو مول الشاش وقت صدام الاغا رزمه العجوز او رزيمات العروسه من القاضي وجماعته ممو في حجر امه ومو في حجر مو شوف الكفته فوق منها مع شنو هو البيض ومع شنو هو لي داند وقصبر خضر من الفوق زعما لي التزيين زعما. عندهم ما غيديروا الصاط في الاكل ديالهم، الصاط ما عندهم والو، شنو غيديروا عندهم ما غيديروا. وسكران طايح في الدروج شنتو في العازب، شو شنتو في العازب هذه باينه غير بسطاله ديالنا خوتي، داروا لها بحال هكا شنتو في العازب. يا اصلا هاد السميه راه عيب الا شتي فكرتي فيها خويا، شنتو في العازب فكر فيها مزيان كيفاش شنتو في العازب، هاديك هاديك اللي على بالك اش على الش الهضره كي دايره راه اشرف عقل. طاجين دار عمي داوج على الدربوز، ويوجد في المطبخ الجزائري اطباق كثيره بتسميات غريبه مثل طاجين بونارين مخ الشيخ قدم مخ الشيخ. دخلنا لكم بالله خوتي عزيزي مش عندهم شي عقل، داك المخ اللي عندهم اللي قلت لكم اللي كيفيق في الصباح كيديرو وكيتاكل الله وكيخلي الشعب الاخر كله بلا عقل، هو هذا واقع شدو طيبو اسمه مخ الشيخ. خادم شارك العريان بكير في الخريبقه طاجين مخده العروسه عين الغزال وغيرها الكثير وغيرهم الكثير اللي ساهموا في هذا الانجاز. او با 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 هذا علي غيرهم الكثير زعما زعما راه عندهم قالوا ما جبدناش يتواضعنا معاكم اخوتي، زعما حنا عندنا ما نقولوا ولكن يتواضع. وزعما اخوتي العزاز كون وصلنا خير ديال الفيديو شيرنا لايك، لايكوا الفيديو بزاف وشكرا بزاف على اللايكات ديالكم اخوتي العزاز، وسينو الفيديو اللي غيتحط غدا ان شاء الله عاوتاني نهربوا وما كاين يتشكر غير راني غابر هاد الايامات، ماشي غابر زعما ما تنحطش لكم فيديوهات ولكن تنحط فيديوهات كل نهار، غير هو تنصايب انترا وتنصايب الهيت اللي غيكون في هذا رمضان هذا، فهمتي هذاك الشيء خصك تقادو مزيان قد داكشي باش يكون شي طالعه ناضعه جاني في 30 يوم ديال رمضان. الله يدخل علينا بالصحه والسلامه اخوتي العزاز، ونشوفوا فيديو جديد. Running from the past, won't escape my pain. I just wanna be a better person. I deserve this, I just wanna break these chains. I was asking for greatness, true to myself, I never fake it. Seen too many ones, that is so they get famous. And when I say the truth, most really can't take it. Spite of